كانت الحكواتي مثل كتير مهم احتكر الرجل عبر تاريخ المجتمع السوري، يمكن لأنه كان الحكواتي يحكي حكايته بالقهوة وكانت القهاوي نفسها هي حكر بس للرجال، لحد ما اجت صبية سورية بسنة 2009 كسرت احتكار الرجل لمهنة الحكواتي وصارت أول حكواتية بسوريا. نورة عجيب أعلنت نفسها أول حكواتية سورية بأحد مقاهي دمشق المعروفة لتأكد أنه شهرزاد يلي كانت حكواتية بالأصل لساتها موجودة. سمت نور نفسها قطر الندى وهي عم تلعب شخصية الحكواتية ضمن برنامج بيستمر 3 ساعات بيبدأ بمونولوج ضاحك بتطلع بعده قدرة الندى لتقدم حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وبعدين بتقدم فقرة كركوز وعواز من مسرح خيال الظل يلي كمان غيرت بطابع هذا العرض المعتاد بعد ما ضافت للشخصيتين الذكوريتين كركوز وعواز شخصية أنثوية وللمرة الأولى كمان وهي خاتون خانم. كمان بيتضمن البرنامج فقرة عن درس من دروس البكالوريا بيتقدم بطريقة طريفة وكمان باستخدام أسلوب الحكاية ضمن طريقة بالتعليم بسموها التعليم التفاعلي. هاي التجربة اللي كانت صاحبتها نور عجيب استقطبت عدد كبير من الشباب والشابات يلي استمتعوا بإعادة إنتاج الحكواتي بشخصية أنثوية. وكمان العوائل يلي استحبت بعضها لمتابعة هالتجربة الرائدة، ومع هيك اتحفظوا بعض الأشخاص على فكرة أنه تأدي المرأة دور الحكواتي رغم أنه شهرزاد كانت أشهر حكواتية بموروثنا الشعبي، وتجاوز الموضوع التحفظ لدرجة اعتبروا بعض الأشخاص أنه حرام وأنه كمان تشبه بالرجال وبدل على انتشار عادات سيئة بالمجتمع السوري. رغم هيك تعتبر نورة أنه من واجبها وواجب كل امرأة تختار المهنة اللي هي بتحبها، وأنه بوقتنا الحالي ما عاد مقبول أنه يكون لسه في مهن حكر بس على الرجال. نورة عجيب حاصلة على إجازة الفلسفة من جامعة دمشق، وكان مشروع الحكواتية السورية هو مشروع رسالة الماجستير تبعها، واستغرق أعداد هذا المشروع 3 سنين. رافقها فيه زميلة محمد خير علي بيك المختص بتراث الحكواتي وعالم خيال الظل، واستغرق التدريب مدة 6 أشهر لتتقن طريقة الإلقاء بشكل شيق وممتع يشد المستمع، خاصة أن كثفت الحكايات وبثت روح جديدة ومعاصرة فيها وطالعت الحكاية من طابعها التقليدي. وهيك كانت نورة عجيب شهرزاد سوريا الأولى يلي ضوت للنساء نور الشمس على مهنة جديدة احتكرها الرجل زمان طويل.